تعقيد جديد يشهده ملف رئاسة مجلس النواب الشاغرة منذ أشهر عقب انسحاب مرشح تحالف تقدم للمنصب شعلان الكريم، تعقيد تراه قوى في الإطار التنسيقي تعميق للأزمة رغم دعم بعض أطرافه لمنافسي شعلان على المنصب. الإطار يدعم بعض الشخصيات التي قدمت لهذا المنصب ومنهم السيد محمود المشهداني، وكذلك الأوفر حظا اللي هو سالم العساوي قد يكون هو المرشح الأوفر حظا لدى الإطار وكل القوى السياسية، ولكن أعتقد لحد الآن هو ليس في موضوع الحسم، هناك أيضا بعض الانقسامات والانشقاقات والرفض من المكون السني. ورغم انسحاب الكريم إلا أن تحالف تقدم الذي يقوده الرئيس السابق لمجلس النواب محمد الحلبوسي لا يزال مصرا على أن رئاسة المجلس من استحقاقه، ويتحدث أعضاء فيه عن وجود تفاهمات بطرح مرشح جديد مع استبعاد فكرة عودة الحلبوسي بطرق قانونية كما طرح في الإعلام. أي حزب لا يتوقف على أحد أو انسحاب أي شخصية من أعضائه، حزب تقدم هو الكتلة الأكبر لدى المكون السني، 43 مقعد المجموع 76 نائب بالنسبة للمكون السني، فحزب تقدم له الحق في أن يرشح مرشح لمجلس النواب باعتبار هذا المكان هو عرف سياسي صار اتفاق أنه للمكون السني، والمكون السني يذهب إلى الكتلة الأكبر، وحزب تقدم لحد هذا اليوم هو الكتلة الأكبر. وفي المقابل يرى مراقبون أن الطريق أصبح سالكا أمام باقي القوى السنية في عقد جلسة انتخاب رئيس جديد للمجلس، واختيار سالم العساوي أو محمود المشهداني اللذين يتمتعان بقبول لدى الكثير من قوى الإطار التنسيقي. تطورات كبيرة يمكن أن تحصل خلال الأيام المقبلة في المشهد السياسي العراقي، أعتقد أنه حسم منصب رئيس مجلس النواب بات قريبا بعد أن اتفقت القوى السياسية السنية فيما بينها على حسم هذا الموضوع، إضافة إلى أن هناك قضايا مهمة تتعلق بنتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه موضوع يعني غاية الأهمية، إضافة إلى قضايا تتعلق ببوادر عودة التيار الصدري مرة أخرى إلى المشهد السياسي. وأعلن شعلان الكريم انسحابه من الترشح لرئاسة البرلمان وتحالف تقدم وعمله كنائب مستقل نتيجة ما وصفه بالافتراء والهجمة التي تعرض لها وخيانة من وصفهم بالأقربين. ورغم انسحاب الكريم إلا أن بعض الأوساط السياسية ترجح بقاء الوضع على ما هو عليه الآن لحين انتهاء الدورة النيابية الحالية بسبب اتساع الفجوة بين القوى السنية في مجلس النواب. أسعد الزلزلي، الحرة، بغداد.